نحكي لشهرزاد ضيوفنا متميزين مختلفين وموهوبين. اليوم عندنا موعد مع حكاية فنان استطاع بسهولة امزج بين الكتابة والتمثيل، ركم الكثير من الأعمال المتميزة اللي جمعات بين الدراما والكوميديا، عنده براعة في الانتقال بسلاسة بينهم، فنان شامل مجتهد بذكاء يملك حس فكاهة عالي. قلوبنا وأذاننا تكون صغية الضيف اللي غنتعرفوا عليه دابا. مرحبا بكم في احكي لشهرزاد على غاديو دوزام ودوزام بوايما. محكمة الحياة، إلا كنت أنت المدعي، شكون هو المتهم؟ أنا نيت. كل بداية لا ترضي الله نهايتها لا ترضيك. أنا لست بجبارا، أن واحد كيتعامل بواحد الطريقة ماشي هذيك نتعامل معاها بطرافة باش نبين على أن ندري. حس المسؤولية عند المرأة عندنا في البلاد كبير. كون ما قدتنيش مرتي ما كنتش غادي نكون حداك كاع دابا أنا تنهضر في هذا البرنامج. عدنان محجة، مرحبا بك معنا في احكي لشهرزاد. الله يبارك فيك، مرحبا بي عندك. عدنان، انت مقل في اطلالاتك الاعلاميه، علاش حتى كنخاف من لافاس ديالي سيريوز، ما تعجبنيش. ما كتعجبكش؟ كتخاف منها ولا ما كتعجبكش؟ ما كتعجبنيش وتنخاف منها. شنو خفتي منها دير لك؟ خطرات واحد سيريوز تيجبد عليه صداع. داكشي علاش الجنون مسلكك؟ لا ماشي الجنون، وفات طبيعتي بحال هكا، انا طبيعتي شي شويه مروبل كيف تنقولوا، روباله كيف كانوا كيقولوا لي امال الدار. صح الاطلالات قليله، غير حيت خطره ما تيكون عندي ما نقول. ولا ما بخطط ما نعرفش نهضر في مواضيع ما اها، ديك لافاز سيريوز بصح كتدير لي شويه القلق. نمشيو الفقرة الأولى ديال البرنامج ناري. ولكن قبل جيتي معايا بسخونة. لا هذا هو سخونة. سير سير هذا هو سخونة. سير ودابا عرفتي جيتي قبيلة وأنت تبردي فيا من الأول. الجنون شنو قال لك رشيد العلالي قبيلة؟ قال لي غير هرب. لا بلاتي بغيت نقول لك واحد الحاجة. بالعكس أنا والله العظيم أنا الهدف ديالي هو أنت تعاود لي حكايتك. أنا معاك وأنا نسكت ونسمع. دابا أنت راه قلبتي الكونسيبت، دابا أنا اللي خاص شهرزاد تعاود ليا. لا ما عندش شهرزاد ما تعاود مسكينة والله ما عندها ما تعاود. هاد الكرة هي كرة أونتي ستريس، غنعطيها لك باش تواجه ستريس ديال الأسئلة ديال ستريسي. عرفتيني كتستريسي؟ والله إلا تنستريس بصح وحق الله العظيم كتستريسي في الحياة. كنستريسي في الحياة خصنا نستريسيو فيها. وراه الحياة كلها ستريس، هذا هو المشكل. مي هاد العيبة ديال أنك قدام واحد شخص غادي يجاوبك أسئلة، أكثر حاجة كتستريسيني وكتخلعني. علاش؟ لان عندنا واحد، انا عندي واحد الاشكاليه. كنت في واحد الوقت كنت صريح جدا. صريح وجبتيها في راسك. بيان سور ما خصناش نكونوا صريحين، هذا هو المشكل. دابا وليت الستريس كيجي لي من كيفاش نجاوب، لدرجه اننا صافي دابا حنا تعودنا اننا نزوق الاجوبه. ما تزوقش معايا الاجوبه. لا انا ما غادي نزوق حيت ما غادي نجاوبك حتى شي حاجه. ما تجاوبنيش على شي حاجه. تعود انا وياك صافي. ياك علاش جيتي؟ نتعاود انا وياك. لا لا غتشوبني وغتشوف. غادي نديرو التوج. جبت معايا واحد كارطه. غادي نلعبوا انا وكارطا نكملوا الحلقه. يا سلام. لا 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 مزوقة. شوف عدنان، بغيت نقول لك بان حكايتك كتهم الناس اللي كيشوفونا وكيسمعونا وكتهمني حتى انا. دونك غتعاود لي حكايتك صافي. نمشي معاك درجه درجه. يلا درجه درجه هي الفقره ديال دابا. صافي حلف بالله. والله يلا سير. الفقره الاولى درجه درجه، ضيفنا على غاديو دوزيم ودوزيم بويما هو الفنان المغربي فنان الشامل عدنان محيشة. في هاد الفقرة السي عدنان، درجة درجة هاد الدروج اللي كيبان لك في ليكخون اللي حدانا، ربعة ديال الدرجات وكل درجة عندها لون وكل لون عنده دلالة. فاش كتختار لي درجة من تحت، من الأولى من تحت ولا الأولى من الفوق عندها دلالة؟ أش من درجة فين كاين، فين موجود عدنان محجة في دروج ديال الحياة ولا في دروج النجومية؟ فين حط راسك؟ فين كتشوف راسك؟ كما جوك النجوميه وداك الشيء ما كايناش. واحد لومو قلتي في التقديم الشخصي هو قلتي فنان شامل. انا لست فنان شامل. ما تتكتبش؟ لا ماشي شامل. عطيتيني شامل راه فاش قلتيها لي ادخلني الغرور. لا شامل شويه صعيبه. شامل هي تتجمع بين جوج ثلاثه المواهب. ما شاء الله عليك راه متعدد المواهب. اه كنستخسروا في راسنا، نعترفوا براسنا
فاش يجيو عندي وتيقولوا لي انت راه تجدين صياغه السؤال، تنقول تيقولوا عليا بحال هكا، انا بصح بحال هكا. تنستخسروا في راسنا فاش شي حد كيمدحنا ولا الاطراء في حقنا ولا شي حاجه، راه هي كاينه، انت راه كتكتبها عدنان وكتمثل ممثل جيد. والله الا جيتي قلتي متفق معك، هو حنا نستخسر في نفوسنا بخطره المديح وداك الشيء، مي بخطره كي قلت لك دابا حنا ولينا في واحد الجو اللي مثلا تقبل الاطراء ولا تقبل المديح غير ينسبوا لك الغرور، فهمتيني؟ يقول لك صافي هو راه صافي قالوا عليا راه عارف راسك شنو شكون انت. كل ما ما عرفتش كيفاش نشرحها لك دابا، هذا هو ما نرجع لك سميتو باش ما ندخلش معك في ديتاي. دابا راه دابا تستدرجي جيناني. لا 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 تستدرجي جيناني. لا بس كو بصح فاش نقول شي حد انت راه داير بحال هكا، ماشي انا اللي كنقول، هادشي كاينه دي حقيقه. عندنا المحجة كيكتب وكيمثل وما شاء الله عليك مبدع فيهم بجوج، علاش حشمان من راسك تقول لا انا راه ماشي فنان شامل، سمحوا لي ديما عندنا ديك سمحوا لي سمحوا لي، ما كرهناش نقولوا حتى سمحوا لي حيت كنتنفس، سمحوا لي حيت كنهضر، سمحوا لي لا حيت شامل شويه ورا فنان شامل اخر. زين صافي اشوف قلت لي انت زهره زاد والله ما نبقى نعاود معك الهضره بالله. يلا نزول الدروج. الدروج اش من درجه كتشوف راسك؟ الاولى من الفوق، الاولى من التحت. لا الاولى من الاولى من التحت. الاولى من التحت بلاتي باش نتفاهموا انا وياك على واحد الحاجه، الاولى من التحت هذا تواضع مزيف. لا والو تقول هذا دابا انت كنقول الحقيقه. دابا انا كنشوف راسي بانني في الدرجه الاولى من التحت، هي اللون الازرق. اللون الازرق سي ما كولور بريفيري سي تا كولور غاو تا ستوديو الازرق ما كولور واخا ما كاين مشكل. والله ما تواضع، مش تواضع، والله ما تواضع. انا تنشوف راسي في الدرجه الاولى، يلاه بديت، يلاه بديت كنتعلم، يلاه كنشوف الاخطاء اللي كندير وكنشوف كنتحاول نتعلم منهم باش ما نعاودش نرتكبهم، وهذا الشيء في جميع الميادين. شحال انت في هذا المجال؟ مجال حتى 15 عام دابا غادي نقدر نقول لك تقريبا 20 عام. 20 عام 20 عام وتتقول لي انت 20 عام وانت ما شاء الله عليك وتتقول لي انا في الدرجه الاولى، فوقاش توصل للدرجه الثانيه من بعد 40 تنموت. لا وفات بصح حيت حنا الميدان دابا الميدان راه ماشي مثلا مفهوم النجوميه، مفهوم النجوميه مثلا بالنسبه لي انا كي تنفسرو مثلا ما تقوليش ما كدوش السيمانه ما كتصنتيش لام كلثوم ولا عبد الحليم ولا هذا هو النجم. علاش؟ لان عاش من مور الوفاه ديالو باقي الاعمال ديالو عايشين. ماشي 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 ما كانش نجم في لو بريزون، بقى حتى في لو فيوتور من مور ما دفناه كاع. يعني الميدان وفات الميدان كنعيشوه حنايا، الفن، التمثيل، الكتابه، كاين واحد ليفوليسيون، كل شهر كتزاد شي حاجه جديده. دابا تقول النجم الحقيقي هو اللي كيعيش مورا المود ديالو. كيعيش من مورا المود، كيعيشوا الاعمال ديالو من مورا. واخا سي عدنان كلامك هو الكبير، ولكن غنقول لك تنقول لك واخا قول لي نقول لك صفات ديال هذا اللون الازرق. ما يكونش صفات ماشي شي مواد، هي الشخصيه المتوافقه كونفورم، عندها واحد الصفات وعندها نقاط الضعف ونقاط القوه. نسولك انت ضعيف؟ انت ضعيف في الحياه ولا كتمثل القوه ولا قوي ولا انا 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 شويه قاسح، ولكن ضعيف امام الانسان في كل ما هو انساني. انا ضعيف جدا وضعيف وضعيف امام الخطا وضعيف امام بزاف د الحوايج. فوقاش قاسح؟ قاسح فاش نتمس، فاش تنقاس، فوقاش تقاست. انا فهمتك الكرامه ديالك ولا فوقاش تقاس عدنان وخرج ديك لا فيرسيون اللي ما زويناش ديالو. اش نقول لك؟ حيت كل واحد فينا عندنا نسخه من الداخل ماشي زوينه. بيان سور تيبزو علينا بعض المرات تخرج. شوف اختي الزهراء زاد دابا الطفوله كبرت في واحد كبرت في واحد الجو شويه صعيب ياك، وتنقول ديما بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الميدان تنقت يعني وليت شخص اخر، لاني واحد الشخصيه عندي سديت عليها في واحد البلاصه ما بقاش بغيت نشوفها، انما ما زويناش بتاتا. شنو هي هذه الشخصيه؟ صعيبه بحال نقدر نقول لك مثلا قريبه لشخصيه عادل فولا عليك. فهمتيني؟ قريبه ليها لواحد الدرجه كبيره. وهذاك الشخصيه عيب هذيك الشخصيه عادل فولا عليك، هذيك ما بغيتش نبقي حيت علاش؟ في هذيك الحموله ديال الطفوله وفين كبرت وكيفاش كبرت، هذيك الحموله كلها كانت تما، ونحيد هذيك الشخصيه بفضل الله سبحانه وتعالى. نقول ديما وفضل الفن
والميدان المسرح هذا الميدان الفني فاش وليت كنشوف لافي زوينه زين كنشوف لافي بين راه كاين الاداب كاين القرايه كاين الكتابه كاين الفن كاين السينما كاين الصوره كاين الموسيقى الوغ راه كاين شي حوايج بزاف زوينين في الحياه الوغ هاد الشخصيه هادي تنحاول نخبيها مي ما خطرت كاين بعض الناس اللي تيبيكيو عليك باش يجبدوا منك هاد الشخصيه هادي رغم ما زويناش ما زويناش بتاتا واخا الصفات ديال هاد الشخصيه الحذر الحس العالي بالمخاطر والتفكير المدروس قبل اتخاذ القرارات فيك انت هاد الصفه هادشي كله فيك هادشي كله آه. انا عايش بمفهوم ابعد عن الشر وغني له هو هذاك فهمتني الحذر في كل شيء في علاقتي مع الناس كنحاول ديما ما كنبغيش نتكب ما نتكبش فهمتني لدرجه ان مثلا انا دابا راه كيشوفوني بزاف الناس مثلا في لي ريزو سوسيو هذاك الشيء انا جي با بوكو دامي ما عنديش بزاف الاصدقاء معدودين على رؤوس الاصابع علاش حيت انا ما جو نسوي با على ديسبوزيسيون طول طون انا انسان بيتوتي انسان كاين تزد على راسي بخطره الاصدقاء خاصك تبدا دير واحد ليفور باش تكون معاهم باش تكون بريزون باش تكون سميتو انا حتى في العائله حتى في العائله بخوتي دابا عرفوا الكاركتر ديالي انا شوي با تري بريزون انا كنبغي ناخذ الوقت لراسي بزاف فهمتيني كنبغي ناخذ الوقت لراسي وليداتي مدام انا مي حتى في عائلتي حتى المدام ديالي عانات معايا في هذا المومو هذا في هذا كنبغي ناخذ بزاف الحيز ليا علاش كنحس براسي انا مهم لراسي هذا الشيء علاش ما عنديش بزاف تاع العلاقات علاش لان ما غاديش نقدر نكون بريزون ما تكونش حاضر في حياتهم داك الشيء علاش عندك مثلا صاحبي طارق صاحبي طارق هو من اقرب الناس ليا طارق السوقي في البدايه كان عليه طارق كنسلموا عليه باش ما يتقلقش يقول هضرتوا عليا في البرنامج ما سلمتوش عليا طارق لا تسلم طارق من اقرب الناس ليا وفي الاول كان كيعاتبني على حيت انا ماشي متوفر بزاف مي بصافي علاش بقى هو قريب لينا فهم الكاركتر ديالي دونك عندنا لينا ما جاوبكش في التليفون راه ماشي مبغيش يجاوبك ما فيهش ما يجاوبك في هذيك الوقيته فهمها ومن بعد صافي بدا ولا كيحترم هاد لو كوتي مثلا شهرزاد صديقه ديالي تعيط عليا ماشي ما نجاوبكش حيت ما بغيتش نجاوبك في هذيك الوقيته بتاتكو انا في هذيك الوقيته ما بغيتش نعطيك واحد الانرجي ولا انا في هذيك الوقيته عندي حاجه اهم ليا في هذاك المهم هو انا واحد النقطه قلتيها لي مهمه هي المهم هو انا وانا مهم عند راسي خصنا نبغيو راسنا وخصنا نسبقوا راسنا على الناس باش نقدروا نتعايشوا ونعيشوا في الناس وخطو في الوقت الحالي اللي احنا فيه لا شوف حيت الا ما عطيتيش الوقت لراسك راه تتلف كتتلف فوسط الانرجي ديال هاد الحياه هادشي حاجه كديك الحاجه وفي الاخر كتلقى شنو انت 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 شنو راه صافي كتتوضر شفت واحد لا فيديو عجبتني بزاف اللي هي ديال تيقول لك واحد السيد تيقول ليه بالدارجه نضر هو بالمصريه نضر بالدارجه هو تيقول لك انا ترجمتها بالدارجه تيقول لك الناس تيقولوا خدمه صغري على كبري انا راه جيت من كبري قضيه مرونه فهمتيني كبري كاين غير سميتو كاين الامراض وكاين العكاز وما يتافك دابا ما حدك صغير وما حدك فضلات تهلا في راسك انت واعطي الوقت لراسك انت فهمتيني عاد وفرق من بعد على حسب الاهم شنو الاهم والمهم الاقل اهميه الناس اللي كيقولوا بان نخدموا دابا باش من بعد نرتاحوا قالت السيده بان انا جيتكم من بعد لا ما كاين والو راه ما كاين والو من بعد كاين سميتو كاين السكر وكاين الروماتيزم وكاين فهمتيني كاين سميتو داك المرض النسيان وكاين الوليدات تيخليوك وتمشي وكاين داك الشيء كله الوليدات تيخليوك وكيمشيو الوالدين الوليدات كيخليوك وكيمشيو بعد ما حدو صغير يهتم براسو هو عندنا الوليدات كيخليو الوالدين وكيمشيو هذا بقى حنا في هذا المومو هذا بزاف كاع مع التكنولوجيا انا شفت واحد المنظر وكنت درتو كنت هضرت عليه في واحد ستوري وعاتبوني بزاف الناس حتى انا هذا كامل المشاكل اللي كنعاني منها لان تنقول الهضره اخترت رديت لنا داك الستوري ديالي تنهضر على شي حاجه اللي نشوفها انا شفت جلس تنخدم في واحد القهوه كنكتب وكنشوف واحد لي دو بارون هادي يكون ديك لا 60 جايين يفطروا مع وليداتهم ان ويكاند فواحد القهوه الولد وقيله غادي يكون عنده شي 16 والبنت تكون عندها شي 13 شادين التليفون شادين التليفونات واللي زوين ماشي اللي زوين اللي مرضني انا وانا انا بكاء بدا بدرجه كبيره شوفات الوالدين فاش الاب تيشوف مرته
بهذيك الشوفة كيتسأل تيقول له هذا الشيء باش نخرجوا من الدنيا بهذا الشيء بان انا احنا خارجين باش نسميتو الوغ انا في هذيك اللحظة كنت نعطي النص اللي بقى لي من عمري باش نجلس مع الوالدين ولو 5 دقائق خمسة دقائق. انا هضر لك على الوالدين من دابا شويه في الحلقه الماجيه في الفقره الماجيه شينا الحلقه انا شنو دايره ديري دوزيام سيزون شو قلت لك الحلقه الماجيه ندير الجزء الثاني لان بالي الحوار معك شيق خصو بزاف د الاجزاء غنمشيو انا وياك الفقره الماجيه اللي هي اساليني وغنسول اللي بغيت كيفاش ما عنديش حق الفيتو لا ما عندكش حق الله ما عندكش لا حول ولا قوه الا بالله يلا سير بسم الله اساليني وضيفنا في احكي شهرزاد في راديو دوزيام ودوزيام بويما هو الفنان المغربي عدنان محيجة. في هذه الفقره ديال اساليني عندي 3 ديال الاضرفه لان انت الدرجه الاولى اللي اختاريتي من الدروج كان الزرق دونك بقاو لينا 3 ديال الالوان في السلوم ولا في اختبار ديسك اللي هو منه استوحينا فكره ديال الدروج او درجه درجه بقى لنا الخضر والصفر والحمر ولكن قبل ما تختار لي ظرف من هذه الاضرفه عندي واحد السؤال بغيت نسوله لك في محكمه الحياه الا كنت انت المدعي شكون هو المتهم انا نيت انت المتهم انا على شنو درتي في حق راسك شنو هي الجريمه اللي ارتكبتي في حق راسك وهو هما بزاف الجرائم حكا زعما ارتكبت في حق راسي هو بين هاد الجرائم هو كتوطي الراس بزاف كنوطي الراس بزاف الظرافه الزايده على القياس كتوطي الراس بزاف اللي عندنا حنا هاد المفهوم ديال الظرافات تيوصلك دائما للحقره فهمتيني ما خصناش نكونوا ظريفين عندنا خصنا نكونوا ظريفين ولاد الناس مع ولاد الناس فهمتيني كاين سيدنا عمر بن الخطاب ما خفت نكذب انك المقوله ديال تقول لك عامل الناس بما يظهرونه لك ياك وكاين واحد البيت الشعري كيعجبني بزاف هو والله لا يركبن على والله لا يركبن على ظهرك احد الا اذا وجده منحنيا ملي دابا كثرت الانحناء ولا كثرت الظرافه كتخلي بنادم بيان سور فهمتيني كيحسبك بانك انت صافي وليتي ملك ليه فهمتيني وليتي يعني وفي الهموم علاش وهاد فين كتشوفوا فاش في هذا المشكل اللي قلت لك ديال فاش كتكون متاح بزاف فهين اون فوا كتحس شويه تقول لك بادم انا معك 100% فهمتيني فاش تكون متاح الطرف الاخر كياخذها ضعف منك فاش تكون انكسيسيبل ولا غير متاح كتفرض الاحترام للناس عليك علاش اختي شهرزاد لان حيت نقول لك حنا تربينا باش تربينا على يد ولاد الناس وغادي نبقى ولاد الناس لان هذه فطره فينا غرسناها كدير ما عمرو غادي تبدل ضرب فيه الشمس الشتا الرعده الضرب غادي يبقى ولكن كاين واحد الوقيته اللي خاص الواحد مثلا صافي انا تنعامل الناس كيفاش كيتعاملوا معايا انا انا لست مجبرا ان واحد كيتعامل بواحد الطريقه ماشي هذيك نتعامل معاه انا بالطرافه باش نبين على انني ظريف لا صافي لا لا اسمح لي لان ما كاينش شي حاجه اهم على وجه الارض شهرزاد نفسك لان انت اللي تتنعسي في الفراش في الليل في ديك المخده وتبداي تبكي علاش انا حسيتي براسك تحقرتي وكتلقاي بان هذيك الحقره دارتها هذيك انت ضرافتك فهمتيني لان انت اللي كتكوني بوحدك وبعد ما عايش الحياه لا نتعامل معاك كيف كتعامل معايا قلتي لي عدنان في بدايه الحلقه بان انا غنكون ممل جدا وانا كنقول لك بان انت ماشي ممل انا كنستمتع بالحوار معك شوفي انا كنستمتع بك وبغيت نقول واحد الكلمه في حقك بصح وماشي مجامله وليست نفاقا حتى نقول لك انا داك الشيء في قريب وتنخرج انا معجب بزاف بالاسونسيون دو كارير ديالك يا شهرزاد والله شكرا وهذا الشيء من الحوايج اللي خلوني انا نجي عندك لانيسيون لان شفتك كيفاش تنتي بديتي بالمتبره ديالك والمقاتله ديالك والتميز ديالك في بزاف د الحوايج كاع البرامج ديالك كتحاولي كتقلبي على شي حوايج زوينين في لي زانفيتي ديالك وهذا اللي مخليك متميزه ان لومو وغادي نقول لومو واخا غادي يبان شويه خايب انت كتعري الضيف ديالك مي كتعري ليه كنشوفوا داك لو كوتي اومان ديال الضيف ديالك الحمد لله شكرا وهذا هو اللي زوين شكرا ومسالينا الحلقه والسلام عليكم لا مازال ما ساليناش الحلقه يلا غنمشيو للاضرفه شنو هو الظرف اللي غتختار لي عندي 3 ديال الاضرفه الحمر غنختارهم بثلاثه
لا غتختار لي واحد، غتختار لي واحد، وما ضيوفي تيختاروا لي بثلاثه تيقول لك حتى سؤال ما تيغلبناش. دونك انت اختار لي واحد، هو نورمالمون الفكره ديال البرنامج وديال الفقره هي تختار لي واحد. صافي عرفتي شنو، حيت انت ظريفه وعجيرتي غنختار لك جوج. جوج صافي، اين هما فيهم؟ ها هما ثلاثه. حيدي لي هذاك الاحمر، ما عنديش مع الاحمر. ما بغيتيش الاحمر؟ ايوا الاحمر فيه واحد واحد ما بغيتوش. شوفي خليه ما بغيتوش. ما بغيتيش واخا، غنبداو بالخضر. اوف سير يلاه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربي السلام، الله يسمعنا. واش نشوفي الا كانت شي حاجه عرفتيها غادي تقيسني انت تكيسي عليا. صافي سير يلا، نبداو بالخضر ولا بالصفر؟ باش بدي باش من لا خلاص. والله تنخليك اختيار انت، انا صافي حيت الحمر انت بدايه. انت انا قلت الخضر في الاول، ولكن بغيت نبدا بالصفر. يلا بدي، يمكن لي نبدا بالصفر. يلا سيري بدي بالصفر. غنبدا بواحد الظرف اللي غتسمح لي نسولك هذا السؤال. وانا خير. فاش تزاد عندك وليدك كانت معاناة من اللحظة الأولى، دخلكما بغيتي تهدر في الموضوع ولا لا؟ أنا كنعرف هذا الموضوع شحال مؤلم ليك عدنان، سمح لي، ولكن بغيت غير نشاركو حيت هذا البرنامج هو عبرة للناس وقصتكم تستفدوا منها الناس اللي كيشوفونا وكيسمعونا. أشنو وقع؟ دخل كوما؟ و هو صراحة طلع قليل اللي عارف هذا الموضوع، حيت ما سهلش، وانا بطبيعتي ما تنشاركش على ولادي، ما تنشاركهمش كاع. بنتي ما عمرك تلقاها في لي ريزو سوسيو، كانت صعيبه، كانت من اصعب التجارب زعما اللي وصلها لشي واحد. مش كتقاس في الوليدات، صافي كتولي الحياه شي شويه كتظلم بالدارجه. تولد وهو يدخل كوما؟ تولد كان عنده مشكل في القلب، و دار اون اوبيراسيون، وباقي الحيمه كيف تنقولوا، وكان صعيب. دابا كيبقى الحمد لله، اللهم لك الحمد. شنو علمتك التجربه؟ علمتني اش نقولك، علمتني اول حاجه، علمتني هو التشبث بالله سبحانه وتعالى. بنادم ما يجي لك حتى شي حاجه، والو ما يجي لك حتى شي حاجه، بنادم ما ينفعك حتى شي حاجه، الله سبحانه وتعالى هو المقرر. يعني زادتني قوه في الايمان ديالي بالله سبحانه وتعالى. انا كان هو الله سبحانه واحد الوحيد اللي كان يدير شي حاجه، هو الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. كيبقى دابا؟ الحمد لله دابا مزيان، اللهم لك الحمد. هو تيكبر بشوي بشوي، ما عنده حتى شي ما خلاتش ليه هذاك الكوما اللي دخلها حتى شي حاجه في صحته سكن؟ لا الحمد لله دابا مزيان، لوبيراسيون دازت مزيان، وهو هو غادي، هو غادي. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يبقى غادي بحال هكا، تنشوفوه كبير ونشوفوه. الظرف الثاني الله سير، هو فقدان الوالدين. ايوا هذا الموضوع ما كنبغيش نهضر فيه، ولكن ايوا فقدان الاب والام. بجوج بهم؟ بجوج. فاش كنفقدوا الوالدين بجوج شنو تيوقع لينا؟ اش يوقع لك؟ تتهرسي صافي، جيت يوقع لك والو زعما، حتى تهرسي تهرسي واحد التهريسه خايبه، وما كاينش التجبيره ديال التهريسه. لا ما كايناش هادي الوالدين. صحيح كين الوالدين تدفنيهم بجوج صافي. انت دفنتيهم بجوج؟ بجوج. بجوج. صافي صافي. ما داك كان داك ديك الركيزه اللي كان الوالد بعدا، فهمتي الوالد تشوف لك الوالد الركيزه بعدا اللي كتسندي عليها، داك الشيء مشات. مشات. اذا تعاودي ليه وتشرحي ليه وتيقول لك لا كون راجل دير وهذا سير. صافي توفى الوالده، مشات لك الروح. صافي. فاش مشى الاب ديالك حسيتي براسك ضعيف؟ بيان سور، حنا كان مرجع عندي. كان عندي مرجع الوالد، كان عندي مرجع كبير. مثقف، واعي بالحياه. من الناس اللي الشخص الاول، شخص اللي نهار بنت في التلفازه قال لي راه توني راه ما تدير حتى شي حاجه، راهي خدمه هذيك كايتها الناس. باش ما تمشيش خلال راسك. اول واحد، اول حاجه قال لي الوالد، قال لي ما تدخلش في شي حوايج، اعتبرها عمل، هذاك عمل تلفي كاياتها الناس.
كتقضى عليه واحد الاجر وكتمشي في حالك عند وليداتك. ما تبقاش في هذيك الشخصيه حيت غادي تقتلك. اشنو بغيتيهم يعيشوا معاك دابا؟ يشوفوا لي وليداتي. ما شافوهمش؟ ما شافوهمش. ما شافوهمش. الوالد شاف البنيه عندي صغيره كانت سميتها، مي ما بغيتهم يشوفوا وليداتي ويشوفوا مزيني ويعاودوا ديك ويعاودوا لي التربيه. يعاودوا لي انا التربيه. محتاج انت تعاود، محتاج تعاود لك التربيه. بيان سور، بزاف د الحوايج، بزاف د الحوايج. هذاك الشيء اللي الوالدين ما كناش نزنطوا ليه. فهمتيني؟ تتوصل لديك 40 صافي كتفوت 40 كتقول ايه الوالده تات كانت تقول لي هذا الشيء. الوالد كان يوصيني لهذ اللعيبه. وصلت لها. فاش تلقى صعوبه مع ولادك كتقول بان لا، كشخص انت كشخص في تعاملك مع الناس، تعاملك مع الحياه، تعاملك مع الفلوس، تعاملك مع المصروف، تعاملك مع الناس في الزنقه، تعاملك مع سمك. اللي والديهم عايشين دابا شنو تقول لهم؟ بروفيتيو اخويا، تهلاو فيهم. شوف من غير التهلو، هما اللي فيهم سيدي ربي، هما اللي فيهم ريوسهم. شنو زعما زعما تا يخدم الوالد راه يمشي نبدا نتصرف عليه؟ هو راه ما محتاج هذاك الشيء. لا تهلاو فيهم دون لو سونس، محتاج لا بريزونس. لا بريزونس ولا تونسيون. لا بريزونس. والله العين العظيم عندي اصدقاء، والله العظيم في لاج 60 طون، والله ما تيحيد محدا امه، والله ما تيحيد محداها. ما يحيد محداها، تيقول لك شوف نبروفيتي، ما حد في الحياه غدا ولا غدا غيتسد عليا هذا الباب. غاتولي الصاد اشهر زاد. نقول حاجه، هذا مفهوم غادي نقولوا للدراري اللي ما اللي باقيين عندهم الوالدين، من واحد ما عندوش الوالدين تيتحل عليك باب ديال الصاد فاش تيمشيو. شي كتجي واحد البروده، واحد الحنان، فهمتيني، واحد الحكمه، واحد هذاك سميتو تيتسد هذيك البروده تيولي عندك. هي الصاد، الصاد هو اللي تيولي عندك في الحياه. نمشيو انا وياك الفقره الماشيه، نمشيو حيت يعني من والله يرحم الوالدين ديالك. امين يا رب العالمين. الله يرحم الاب ديالي. امين. الله يحفظ ليا ماما والوالدين ديال الناس كاملين اللي كيسمعونا. وبصح بصح ساره زاد نعاود نقول لهم في البلاطو. شوف اما طرجليت ماشي هي تبين راسك قاصح ولا تقول ما عندي الوالدين دابا انا كبرت وداك الشيء. سير جلس حداهم بروفيتي. الدراري الصغار، الدراري الصغار اللي عندهم سمارت فون، تتكون مع باك حيد السمارت فون، جلس مع باك غدا تبقى تشوف فيه، تشوف فيه كدور ما غاديش تلقاه. حيد السمارت فون، حيد التلفازه، جلس 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 يتصنت. معصبك الموضوع؟ لا معصبني لواحد الدرجه ما تصوريش اش راه. وحق الله الا معصبني بالله. جلس جلسي للارض اختي، حيدي تيك توك، جلسي حدا امك وجلسي حدا باك. ها هي غادا نكويرا يبداو نكرو عليك وهذاك الشيء، ولكن راه سير شويه تقولي بغيتي وين بغيتي تنتفني. ماشي تنقول عليه بغيتها تندفني دابا، هي تكون حدايا تندفني تشدني تجد في الارض. ما كايناش. نمشيو للفقره الماجيه وضيفنا هو عدنان محيشه. في هذه الفقره هي فقره خير واختار، كنذكر بالناس اللي كيسمعونا وكيشوفونا على دوزيام بويما، ضيفنا هو الفنان المغربي الشامل اللي ما كيبغيش نقولوا له الشامل، عدنان محيجه. عدنان تخير واختار، غنعطيك ثلاثه الاسماء. الضيوف اللي قبل منك اللي كانوا عندي في هذا الكرسي اختاروا لي اسم، انت غتختار لي اسم من الثلاثه. ما تستعملش معايا الدبلوماسيه، غنعطيك ثلاثه ديال الممثلين، غنعطيك امين ناجي، ربيع القاطي وعمر لطفي، كلهم فنانين كبار في الساحه الفنيه، كلهم شهود لهم بالكاف. عندهم بصمين على مسار مهني والمسار ديالهم موفق جدا، ولكن تختار لي واحد. واحد انا ما غادي راه دابا انا ما كاينش المجامله، ياك ما كاينش المجامله. هاد الناس، هاد الناس هادو بثلاثه احبهم واحترمهم، سي امين خويا ربيع، هادو اصدقاء. امين ما اشتغلتش معاه مي تعرفوا احترمه وكيعجبوني الاعمال ديالو. سي ربيع صديقي ضحكنا، مي اللي غادي نختار زعما اللي قريب ليا بزاف هو عمر لطفي. عمر لطفي. عمر عمر شنو تيميز عمر؟ عمر اش بغيت نقول لك؟ اللي كيميز عمر هو قلبه بيض. قلبه بيض وظريف. قلبه بيض وولد الناس وطربيه. واخا مهم يكون قلبنا بيض ولاد الناس ومربين في هذه الحياه اللي حنا فيها. بعض المرات الحياه كتبزز علينا. بغيتي نبداو نهزو جناوه نبداو نسميتو بغيتي نديرو خاص بدم يكون ظريف ولاد الناس وقلبو بيض. قلتي لي قبيله باش نكونوا ظريفين ديك الساعه فوق راسنا. هي مي تنقول لك ما خاص شي حاجه اللي تبدلك على هذا المصدر. تنهضر لك على تنتعاملوا مع الناس اللي كيفاش كيتعاملوا معنا. مي الاصل خاصو يكون هو التربيه. دوزيام كتشارك واحد لا سيري سيت كوم اسمها جيب داركم. جيب داركم
عاود لينا على جيب داركم. جيب داركم، جيب داركم هو سيت كوم كوميديا اجتماعية. هذا العام هذا اشتغلنا على واحد لو تيم زوين اللي هو الزواج. مي الزواج بادي بكذبة اللي هو الشخصية ديال محسن اللي بغى تجوج بالشخصيه ديال مها وكذب عليها تيقول انا عندي الدار وهو مقطوع من الشجره ما عندوش عائله. لا انا ولد عائله كبيره ولد عائله كبيره الوغ كيضطر يمشي يلقط بهاد لو تيرم كيلقط واحد ربعه الناس تيقول لهم عافاكم اجي لعبوا الدور ديال عائلتي باش نقدر نمشي نخطب هاد السيده وكتنقلب عليه هذيك الكذبه بالعكس وكنعيشوا مع محسن هذاك لو ستريس اللي غادي يعيش باش يحاول يكاموفلي الكذبه ديالو والمواقف اللي كيعيشوا الشخصيات في كل حلقه. كاين الكذوب في الزواج في المغرب؟ شوف الكذوب راه باغتو من الكذوب في الزواج هي كاين كاين موجود يعني شوف الواحد ما اللي ما كيعرفش قدره ما عندك ما تديري ليه واخا تعطيه الموعد حتى لغدا الصباح مع 6 ونص الليل صافي ما الكذوب كاين اللي كيكذب انا عندي انا درت انا فلان انا فلانه انا راه من هنا انا ما درتش انا فلان ولكن اللي مبني على الكذوب غلط. السلام عليكم. شوف اي حاجه تيقول لك يعني المقوله تيقول لك ما بني على باطل فهو باطل بني على باطل تيقول لك كل بدايه كل بدايه لا ترضي الله نهايتها لا ترضيك. هذه انفيكسيا كل بدايه لا ترضي الله نهايتها لا ترضيك. واخا عدنان الانتقادات اللي كيتلقاو السلسلات الكوميديا كيفاش كتشوفها انت؟ على حسب على حسب حيت كاين بخطره الناس ما كيكونش شايف الحاجه ولكن كيتبعي واحد الموجه وهذا عندنا فيها اشكاليه كبيره فهمتيني هو ما يكونش شايف الحاجه وتيحكم عليها بحال مثلا العمل مازال ما تداعش وكيحكم عليه ومازال ما شافوش وشنو هما هذو الاحكام المسبق هذو الاحكام المسبق بحال غادي الانتقادات كاين اللي تيقول حنا نبقاو ندخلوا في ديك الهضره ديال انتقاد البناء وداك الشيء وما كاينش عندنا انتقاد بناء كاينه انتقاد تهدم والسلام انتقاد بناء ما كاينش لا حنا اللي واقع في لي ريزو سوسيو وداك الشيء صافي ولات انا حيت انا بعيد عليه انا ما تنش ما كان ما لا ما ولكن انت لا ماشي بعيد على لي ريزو سوسيو لا انا بعيد عليه راسي اش بغيت نقول لك راسي فضاء ديالي هذا ديالي هذاك انا ديالي هذاك فهمتيني بخير لك بس فغي كل انتقادات ولو عندنا احكام مسبقه ولو عندنا بزاف د الحوايج حيت كاينين لي زونتيسيدون هي راه بصح كاين لي زونتيسيدون كي داير جيب دارتكم عمل زوين عمل زوين عمل زوين واستمتعنا فيه انا راضي على 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 الباساج ديالك على الباساج ديالي وراضي على الممثلين الشخصيات اللي كانوا لاعبين الاخراج زعما الاداره الفنيه ديال صفاء بركه اللي كانت حاضره في البلاطو واقفه على شغلها الانتاج خالد النقري حن رضا نجد قوبي كانوا واقفين حاط زعما زيتي لا شاك جوغ افيك نو وحنا حاولنا بما امكن في العمل ان شاء الله يكون متكامل ويكون يكون زوين ويكون قريب يكون قريب للناس هادشي علاش لا الديكور هذا العام كاين واحد كاين واحد التغيير كبير في الديكور في الشخوص في الكاستينغ يعني كان الوغ باش نرجع لك الانتقادات هو الانتقادات يعني تنقول كل منين ولاو عندنا الاحكام المسبقه راه ما بقاش عندك ما تقولي بحال دابا انت يا شهرزاد عندك برنامج جديد سميتو احكي لشهرزاد غادي ديري عليه بوست غدا في انستغرام ولا فيسبوك ولا في تويتر ولا فيما بغيتي والناس غادي تشوفي لي كومونتير وايلا شهرزاد عاوتاني انت يا شهرزاد عاوتاني رجعتي لينا عاوتاني يا شهرزاد وعلاش دايره سميتك على سميت البرنامج يا شهرزاد وعلاش عاوتاني جايبه نفس فهمتيني وحنا مازال ما شفناش البرنامج حنا عندنا هاد الموهبه ديال ديجا كنأتاكيو لا شوز مازال ما شفناهاش يعني هاد الاحكام هادو بارك علينا منهم شوف والله المايند سيت خاصو يتبدل والله العظيم راه عندنا واحد تعطيله في هاد لو كوتي هاد المايند سيت هذا كل اللي يدخل سوق راسو ما تيدخلوش سوق راسهم الناس قل خيرا او صمت اختي ما تيدخلوش سوق راسهم الناس نحن ولينا شوف تلمو كاين تنعيشوا في الفراغ بان الفراغ الشخصي علاش تنقول لك الواحد ياخذ وقيته لراسو علاش انا تنهرب باش كناخذ وقيته لراسي نعمر وقتي اذا باش ما نعمر وقتي قرايه نعمر تنتفرج ندير شي حاجه باش ما ندخلش لسوق راس الناس عباد سوقهم هما سوقهم حياتهم هذيك ما ننتقدهم ما ينتقدوني نقول خير ولا نمشي في حالي واخا امشي انا وياك كاينه ولا ما كايناش غنعطيك خبار ضحكتيني بغيت نكون جديه ما قدرتش
ضحكتيني. همشيو انا وياك الفقره الماجيه اللي هي كاينه ولا ما كاينش، غنعطيك اخبار اتاكدها لي ولا تنفيها لي. الله يسخر صافي مشينا. الله يسخر. كاينه ولا ما كايناش وضيفي هو الفنان المغربي عدنان محيجة في احكي لشهرزاد على راديو دوزيم ودوزيم بويما. او كنت سي بيان هذا من مراد ندير شهرزاد دوزيم. او سي بيان سي بيان سيري يا ربي السلام. نعم كنتي كتشوف مراتك شهر واحد في العام فاش يلا تزوجتو؟ تقريبا شهر واحد في العام تقريبا تقريبا كانت صعيبه. كاينه هاد الخبر كاينه الاول فاش يلا تزوجنا كان هي عندها البروغرام شويه شارجي، كانت تدير اسيستونت رياليزاتور على ليبوك وانا كانوا عندي لي تورناج وكنا كنا تنطيطو في واتساب فهمتيني تنهضرو في واتساب. كانت صعيبه في الاول يعني منين دوزنا هذيك الفتره انا الحمد لله يعني قادم ما فيش مشاكل. اشنو كتلومك مراتك اليوم؟ كتلومني على كل شيء. هي تلومني هي الحمد لله على كل شيء. لا مش غير كتلومني لا فتحت اون ستوري في معكاز. ماشي معكاز ماشي ماشي لا مسؤول بالعكس انا مسؤول. اي معكاز ماشي معكاز عاوتاني بهذاك المفهوم القطعي. مي دابا مرتي دابا الا بغاتني نتسخر ليها خاصها تصيفط ليها ميساج وتنسى شي ثلاثه الحوايج من هذاك الشيء وخاصفتات لك ميساج. وخاصفتات لي ميساج. شنو كتفسر هذا الشيء؟ عدم مسؤوليه عند الراجل المغربي تعول على المراه اكثر. هي اللي فلستني هي اللي ولفات لا حيت هي عندها واحد عندها لو كوتي ريسبونسابل اكثر من ديالي انايا بدرجات كبيره. يعني عندها حيت علاش تبعكم ان درت لاسيستانا عندها الحوايج لي كاز مصاوبين. انا تنكون غادي نتقدى وتنفكر في شي سيناريو وحق الله العظيم غادي تصيفطني بلا ليست لا ليست فيها الاولى والثانيه والثالثه وكذا وكذا بالك مشغول هاد بخطره تنكون مربج ولا وبخطره تيبان لي شي حاجه شي ديفوف في داك دوك لي زيماج المجتمعي اللي كنشوفو كيبرزني صافي تنتين فهمتي نبقى مبلبل. الراجل المغربي كيعول على المراه اكثر كيعول عليها في في لي ديتاي ولا تفاصيل ديال الدار هي اللي تكلف كل شيء. الله يخليها لينا والله العظيم. علاش؟ باسكو حس المسؤوليه عند المراه عندنا هنا في البلاد كبير والله حتى كبير بيلا. انا نعطيك انا نقولها شوف انا نقولها تنعترف بها وتنعاود نعترف بها عندك في البرنامج. زعما انا مثلا كون ما كازات كون ما قدتنيش مرتي ما كنتش غادي نكون حداك قاعده دابا انا تنهضر في هذا البرنامج. والله عندها دور مهم في حياه الراجل بيان سور حيت قداتك الى عندها فضل كبير ان لا في لاكار هي غلا في الخدمه لا في بزاف د الحوايج. واخا انا ري انا ري هاد واخا عرفتي فاش كدير ديك هاد تعرف بغيتي تعطيني شي لعبه سير سير. الشخصيات اللي كديرها في المسلسلات ديالك ولا في الافلام ديالك كتاثر نفسيا عليك كاينه؟ كاين صراحه الله كاينه خصوصا شخصيه عادل فولا عليك اثرت عليا نفسيا واحد الدرجه كبيره. انا عذبتني من نفسيا حيت باقي كنعقل كانت عندي البنيه عندها شي عام وكنت كنرجع من كازا للطورناج للرباط باش نشوفهم والبنت تشوفني تتخلع ما بقاتش بغات بنتي تجي لعندي لواحد الدرجه وهي تقول لي مدام شوفي جلست كمل الطورناج ورجع واضطريت اني نجلس هذيك العشرات السيمانات قلقك الموضوع؟ ماشي قلقني لان غير خليته يدخل بزاف فهمتيني خليته يدخل بزاف وحتى علي مجبود المخرج اللي حتى هو الى فون خرج منك فوت فوالا بغى يقلب على حوايج اخرين في هذيك الشخصيه. انجح دور عندك في حياه عدنان محجه كممثل هو عادل فوالا عليك؟ ما غاديش نقول انجح لان غادي تقولي عطيني متواضع وهذاك الشيء فهمتيني تعاود ترجعي تقولي متواضع حيت انا مازال ما ناجح في حتى شي حاجه باش انا نقولها لك باش احسن دور درتي بين الادوار اللي ديتهم وحسيت بزاف د الحوايج عند عادل ادم في قضيه العمر وادوار اخرى يعني كاين عادل قلتي لي اثر فيك اثر فيا بزاف كيبقى عنده واحد المكانه سبيسيال يعني وعندنا انا كنت كنهضرت مع علي ولو كان غدا مثلا عادي يقول لي عاود ديك لعبتك الشخصيه ما نلعبهاش ما تلعبهاش لا ما نلعبهاش
اخر سؤال في هذه الفقره كاينه ولا ما كايناش، هو اتاكدوا لي ولا تنفيه لي. العام اللي فات كنتي باغي تحبس صافي تنسحب من المجال من التمثيل ياك؟ كاينه كاينه كاينه. شنو خلاك تبغي الانسحاب؟ اولا كنت كندوز مع الظروف شويه صعيبه نفسيا، يعني انا وانا واحد الانسان اللي كيجلد راسه. انا اكثر واحد كيجلدني انا هو انا. ولكن قلتي لي بان انت عزيز عليك راسك، واهم شخص عندك في الدنيا هو راسك. بيان سور، مي كنسلخ راسي بالاسئله وهذا، وكان كنعاتب راسي على بزاف د الحوايج فهمتيني، وعاد الظروف العائليه وهذاك الشيء. واحد المومون صافي كنت نفيق الصباح تنقول سي بون جا غيت بغيت نحبس. بغيتي تحبس كل شيء ولا غير التمثيل؟ بغيت نحبس كل شيء. كل شيء كنت غادي نحبس كل شيء. وشكون اللي خلاك ما تحبسش؟ مدام الهام كاس المعليه، الهام اصدقاء اللي كانوا قراب ليا بزاف وكانوا عرفوا ديك الظروفيه اللي كنت كندوز منها. وماشي هي ماشي هي ما كانتش زعما ظرفيه ابداعيه ولا لا، بالعكس هي تقول علاش كاع كندير، علاش ندير فهمتي داك الاسئله زعما فين وصلت انا، فين وصلت في الحياه ولا في هذا الميدان اللي كندير، واللي هو تتعطف وتنعتبره يعني هو طرف الخبز ديالي. انما تندير حتى شي حاجه اكوتي، انا كندير هذا الشيء ما تندير شي حاجه اخرى. هذه خدمتي، هذه خدمتي، حنا داخلين في لاكاز ديال طلب معاشو. الممثل داخل في لاكاز ديال طلب معاشو. هذه طبعا فاش كتخدم خدمتي راه خدمتي تتخلص، ما خدمتيش راك غير تتسنى حتى انت فهمتيني. يعني حتى هاد الاسئله هادو كانوا زادوا مرتوني فهمتيني. تتقول فين وصلت، شنو درت، واش انا واش 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 انا لايق لهذا الشيء، واش كندير هذاك الشيء اللي خاصو يدار، واش واش انا مزيان في هذا الشيء، واش 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 كندير شي حوايج اللي يقدر نوصل رسائل للناس، واش بزاف د الحوايج قالوا كاع هذا الشيء كانوا كي صافو. واحد المو دازت عليا ديك الفتره شويه قاصحه بزاف. انا كل صباح تنفيق تنقول بون جاريت، لدرجه ان راه كاع واحد المو كاين عندي دي بروجي مكتوبين فهمتيني، مازال ما خرجت الوز تقول غادي نمشي ندوز عليهم سوبريسيون في الماكس باش ما نبقاش. باقي تجيك هذه الفكره مره هو ديما غادي زهره ديما، والله الا ديما بالله صراحه الله. شوف انت من المبدعين، عاد تقول لي لا انا ماشي ما بدي ما والو، انت من المبدعين والفنانين المهبه تتحاول. المهم محاوله ديالك ناجحه ماشي فاشله، خليك لان كنستمتعوا نشوفوا. الله يكثر خيرك. ما تمشيش، انا معاك، انا بقى معاك هنايا، ابقى معاك هنا ولا زهره صافي. نمشي وانا وياك الفقره الاخيره في البرنامج اللي هي اش قالوا، وغتقول لي واش دابا شويه واش كيهمك اش كيقولوا الناس ولا لا. صافي مشينا. مرحبا. فقره اش قالوا كنقول ضيوفي اشنو قالوا عليهم، ولا في نفس الفقره كنناقشوا واش مهم ردوا البال ولا نعطيو اهميه اش قالوا علينا الناس. انا عندي جوج اسئله في هذا هذه الفقره. السؤال الاول، كيهمك شنو تيقولوا عليك الناس؟ بتاتا بتاتا، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها بتاتا. وكاين من اكثر الحوايج اللي تنامن بهم هو ما عمرني نبدل الصوره اللي عند بنادم عليا. اللي بغى هو رسمني بحال هكاك، اش من ندير ليه انا ندخل ليه في لاباليت لي كولور ديالو؟ هو بغى هكاك. يعني انا ما عمرني حكمت على شي واحد، ما عمرني فكرت في شي واحد مثلا ظن ولا شي حاجه، بقى يشغلوا هذاك سم. باش نقول لك اش كاع اللي عنده احكام مسبقه على اشخاص ولا كيفكر فيهم بواحد الطريقه، هذاك يسم ينهشوه، وغادي يبقى تينخر فيه، وغادي يفقد الثقه في راسه، وغادي يوصل واحد لومومون وغادي يبقى كيدير هكا محسوس بوحدو كيشرب الدواء. والله العظيم اللي تيهضر في الناس شوف هذا، شوف هذه نقول لك الدواء تيسالي وبالدواء هاد الدواء تولي لا بانيك. لان علاش انت مقابلي راه هذا دار فعل هذا؟ والله العظيم الا انا كنعرف اشخاص هاك وسهلا وبادرين، انا ما قلت لي بغى يفكر فيا بشي حاجه يقولها، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، الله يسهل عليه. يعني انا عارف راسي. اشنو الانتقاد اللي جاك ولا تعليق تكتب عليك وقلتي راه ظلموني، راه انا ماشي هكذا، قول لي الحقيقه عندنا. والله حتى نقول لك الحقيقه بالله، راه منين بديت معاك انا هذا البرنامج تنقول لك الحقيقه وكنهضر بقلبي. وانا كنقدر هذا الشيء. الانتقادات انا تنقبها ما زعما حتى هي الا كان انتقاد مزيان في شي حاجه مهمه تنتقد. شنو اكثر حاجه تقالت عليك شنو اللي تقالت عليا؟ انا قلت لك داخل سوق راسي شويه، لو الواحد بخطرات كاين بزاف الناس ما يزعموش عليك.
فهمتيني يعني كاين اللي مثلا تقول لك باس هذاك حماض هذوك هذوك ما عجبني تقول لي كي كترد عليهم. لا شوف انا من الناس اللي تنجاوب بالخطرات في لي كومونتير كتجاوب ما تنخافش كتضيع الوقت وكتجاوب ما تنخافش لا علاش راه دور فهمتيني حتى داك راه دور في المجتمع اني نقول لبنادم شي حاجه وتفسر ليه وتضيع الوقت تفسر ليه تنقول ليه مثلا غير علاش سميتو علاش تتقول هاد الهضره ولا شي حاجه انا كنبساتني في شخصي ماشي مثلا ك ابخي الانتقادات الا كان انتقاد مزيان كتصنت ليه راه بالعكس انا قلت لك من اسباب نجاح علاقه الصداقه اللي عندي صغيورين في الحياه هما الانتقادات هما الواحد تتقول ليه حاجه فاس في وجهه ولا تيقول لك راه هاد العجبه اللعيبه ما عجبتنيش فيك بدلها لان راه ما غاديش ما جات إيه هذا زوين هذا بنادم هذه تربيه متبادله التربيه راه ماشي سارات بنادم صافي دار واحد جوج تاع الزغبات في الكادو ما صافي راه لا التربيه راه يا حوايج كيعتبروا حنا راه دار عادي وراه ما عاديش انت باش يقولوا لك باسل كما قلت لا انت داكشي عادي داكشي ما كتجاوبش داكشي عادي لان شوف راه الكومونتير بالخطرات ولا شي حاجه راه كيبين لك كيبين راه شوف المستوى ديال الشخص تجيبك المستوى تاع الشخص تجيبك المستوى تاع الشخص يعني ما اش بغيتي تقول لي مي الا كان انتقاد بناء مرحبا الا كان شي حاجه غادي نستافدوا منها كامله ككوميونيتي مرحبا وانت قبيله قلتي لي ما كاينش انتقاد بناء كيفاش ما نقول لك ماشي مثلا بناء اذا كان شي حاجه اللي اللي لوجيك شي حاجه لوجيك مثلا شي حاجه مثلا نعطيك مثال بزاف ديال في لي ريزو سوسيو بيان سور نعطيك مثال مثلا بغيتي دوزي واحد ليماج مثلا دوز واحد لو ميساج ولا شي حاجه تقول لك واقول راسك نجي نقول لك دابا حنا هادشي اللي مثلا واقع في لي ريزو سوسيو انا بالنسبه لي شوف كل واحد حر في راسه تنامن بالحريه حر هذاك فضاء مفتوح للجميع مي حنا مثلا الروينه والشلاده راه حنا كاين الروينه والشلاده في لي ريزو سوسيو كاين الشلاده والروينه راه حنايا راه تنحصدوا داكشي اللي تزرعنا قبل شنو زرعنا في خصوص التربيه في اهميه الاسره في بزاف د الحوايج في لونكادرومون ديال لي زونفون باش نربيهم على واحد الحوايج وعلى الاحترام وعلى كذا ما هادشي دابا راه هادشي راه صافي راه تشوف البيز الزنقه الزنقه ولا تدخل ولا تدخل فهمتيني نقول لك راه ولا تدخل راه ما يمكنش راه خاصنا نعاودوا دابا خاصنا نعاودوا نرجعوا لدور الوالدين والدينا والدين الجميع والدين يجروا مابقاش نقول لي انت راه مدرسه راه تيقرا في المدرسه راه ما تشوفو انت حتى لستة كيجي مع 6 7 8 الا كان كاين اسماء الوالدين اهم من دور المدرسه شوف مهمين الوالدين والله حتى مهمين ما خاصناش نغيبوا على هذه القضيه راه مهمه جدا والدي راه دابا حنا دابا كنحكموا على جيل من مورا جيل راه من شبع على شيء شبع عليه علاش نهدم في الحياه على انني جيت عندك لهذا البرنامج حدستي معايا ندمتي حاجه نور نور غيقول والله ما ندم بالله بالعكس ندم لا اؤمن بالندم لا اؤمن بالحاجه سميتها الندم كان اللي دارت دارت دازت كانت خايبه فهمتيني دوزها بجغمه الماء وتعلم منها ما تعاودهاش مره اخرى كنامن بهذه القضيه مي كنامن على في عوض الندم نقولوا كل واحد يشد راسه ويجي فهمتيني الجلد قول هادي درتي وهادي درتي ودرتي واشنو تعلمتي منه وما تندم وتقول ناري وكيفاش ولا هذا وما وقعش وداك الشيء لا مثلا ما ندمتش على شي حوايج عاتبت راسي على حوايج كان خاصهم يداروا ما داروش صحيح شنو هما واش بغيت نقول لك دابا خلي هذاك الشيء خلي داك الجبل بارك بزاف الحوايج بزاف زعما صراحه طلع بزاف قلتي لي ما كنبغيش راسي نكون سيريو كيفاش جاك راسك سيريو اليوم معايا في البرنامج توا مازال ما عجبنيش ما عجبكش لا كنت موافق جدا حلف بالله والله الا كنت موافق جدا نتمنى من الله سبحانه وتعالى كنتمنى ما نكونش ثقيل على القلب ولا بخطط نخرج شويه على الموضوع لا ما خرجتش على الموضوع شكرا لك عندنا لان كنتي معنا سمحوا لنا الجمهور ما حفظكم شوف الا ما عجبتكم هذه الحلقه ما ديروش تعليق شكرا لانك كنتي معنا ميرسي بوكو شكرا انا رديك الكره ديالك ما بقيتش مستريسي في الخط حتى لخرج البرنامج مستريسي مع المونتاج استريسي مع المونتاج شكرا لك عدنان كل شخص عنده قصته الخاصة والفريدة قصة فيها مسارات شخصية ومهنية مختلفة تفاصيل هذه القصة كتشكل جزء أساسي من هويته وكتأثر على منهجيته في الحياة وتبادل في حال هذه القصص كيخلينا نتعلمه ونستلهمه ونتواصله مع بعضنا بشكل أفضل
قصة أخرى وضيف جديد مع ضيف آخر في إحكي لشهرزاد على غاديو دوزيم ودوزيم بوينما. وقلوبنا وأدنا تكون صاغية ولن يسكت ضيوف شهرزاد عن الكلام المباح. السلام عليكم.